أطلقنا حقيقة مشروع جديد في محافظة القطيف على مساحة تتجاوز أو قرابة 1.5 مليون متر، يوفر أكثر من 2300 وحدة سكنية، حجز استثماري يمكن يتجاوز 2.5 مليار ريال، بالإضافة لأنه أطلقنا مرحلة ثانية من مشاريع ضاحية الواجهة بمحافظة الدمام لأكثر من 5400 وحدة سكنية. طبعا هذه المشاريع هي استمرار لما تقوم به الوطنية للإسكان من تطوير مجتمعات عمرانية وسكنية تناسب احتياجات الأسرة السعودية بمقومات حياة عصرية. حجم الاستثمارات الجديدة اليوم أطلقناها 4 مليارات ريال، ليضيف يصبح إجمالي حجم الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تقوم بها الوطنية للإسكان في المنطقة الشرقية تجاوز 20 مليار ريال. مستمرين إن شاء الله في تلبية الطلب في المنطقة الشرقية إن شاء الله، وطرح مشاريع جديدة قادمة بحول الله. طيب اليوم إذا ما تحدثنا عن الطلب في السوق، يعني هناك طلب عالي حقيقة، وربما هذا يفسر بعض الارتفاعات في الأسعار. اليوم أنتم كيف تنظرون لهذا الجانب، وكيف تنظرون أيضا يعني الاستمرار في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، وكيف يمكن أن يدعم النمو خاصة في المدن الكبرى مثل المنطقة الشرقية الدمام، في الوسطى، الرياض وغيرها؟ طبعا الوطنية إسكان باعتبارها المطور الوطني العقاري تنطلق من رؤية واضحة جدا، وهي الدعم المعروض العقاري لرفع نسبة تملك للأسرة السعودية للوصول للنسبة المستهدفة 70% في حلول العام 2030. فإحنا يعني نعمل بخطط واضحة مع منظومة قطاع الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان ووزارة الشؤون البلدية وقرار الإسكان لتطوير أو تلبية الطلب ورفع نسبة التملك في المناطق حسب الاستراتيجية الموضوعة، والتركيز على المناطق ذات الطلب العالي، وأن تكون الأسعار في بأسعار مناسبة، وأن تكون أيضا تطوير المجتمعات والضواحي يؤخذ فيها اعتبار أنسنة المدن والضواحي، وأخذ مفهوم جودة الحياة في التطوير بما يحقق جودة الحياة وبأسعار مناسبة للمستفيدين.